السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة زوزيتا الشاوية. زوزيتا الشاوية الساس وبندير، جبت لكم الفاتحة تاع ولد خالي. اقرا يوم عرف تاع الشاوية، كيفاه نديرو، واش حضرنا، واش دينا معنا لعروستنا الزينة، واش طيبنا، واش درنا العشاء، يعني كيفاه نديرو الزراوي، يعني تقاليد 100% شاوية. ان شاء الله يكون نال اعجابكم، والعقوبة الكامل الشبيبة ان شاء الله يا ربي. اذا كنتي اول مرة تزوري قناتي يا حبيبتي، عليك غير الاشتراك في القناة وضغط الجرس باش يوصلك الجديد. هنايا انا وبنت خالي رانا نوجدو ونحضرو في الغداء. انا درت سلطة كيما راكم تشوفو، هي تقطع في الخبز، وخالتي راهي توجد لنا في الشوربة كيما راكم تشوفو. بالعادات تاعنا نديرو شوربة هذا ما كان يعني في الغداء، يعني احنا ما عرضناش وما درناش، يعني ولد خالي ما عرضش، خلاص درنا غير تاع الدار هذا ما كان. دارت خالتي شوربة، الله الله حارة، واش نقولكم تشهي ما شاء الله. شنو يدوق مكلينتيك شوربة تيك شوربه تيك شوربه غير سلطه قيت الخبز كت الكازوز ونادى الروح سيغ سليتنا والنقره معروف، القران يركزنا معروف، ودشنا معروف، بس لكن شرط الناس هذا الروح انك زيراوي ست سمامت وغير رومانسي انتيك هاش خشوخت كما راكم تشوفوا. هذا هما عاداتنا، يعني غداء بسيط جدا. راح نعطيكم واش دينا لعروستنا كما راكم تشوفوا. دينا لها القاطوات هذو بحكم ما دينا لهاش العيد، يعني لميناهم مكامل مع الفاتحة. ان شاء الله ربي يهنيهم والعقوبة لكل ولية وكل الشبيبة. نخليكم مع هذه الاجواء بالبندير، الله الله، ومع خالتي توري لكم واش دينا لعروستنا الزينه والباهيه. ان شاء الله ربي يهنيهم وتكون مبروكه علينا يا ربي. ها ما كان تقيس ليه باش هات الحنينز، واذا ذا القاطو سي هات القهوه هاي تخاثم تذوب بريمي تاع الزور قازمس ما ينخدم تشنين هاي وقتي الحوايج ندوش ليس قليل الماكياج ليس قليل تحمار ليس وسير حتى تسمي غاي اللي ها مايا هاي تي قليل القشقشة وذي غاب حتى درنكم مش نشاقين الشينقو ها الشينقو مي لا بس حلو يدوشين وين صحن زيراوي ها هاي ها هاي وين صحن زيراوي اللي ها ها مايا الحمدون هاي واس نسلحك الزغريب Let's go.
الازرق والحال بعيد، قولوا الخالي باللي راك جبت لويز. هذو هما اجواء تاعنا يا حبيباتي، اجواء رائعه بالبندير ما شاء الله، اصوات رائعه، احسن 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 من الاغاني. هنايا كيما راكم تشوفوا راح نديماري وراح يديماري الكورتاج تاعنا. كيما راكم تشوفوا هزينا الحوايج تاعنا وراح نديوهم. كيما تعرفوا دينا الخاتم تاعنا ودينا الحوايج تاع العروس القفطان، واكيد ما ننساوش الشرط والمصحف اللي ديما يكونوا حاضرين في الاقرايو معروفنا ولا الفاتحه تاعنا. بلا ما ننساو البارود اللي حاضر دائما في اعراسنا الشاويه وديما في تقاليدنا. من عاداتنا وتقاليدنا حنا الشاويه نديو كبار العائله ولا كبار تاع العرش ونديو معاهم الامام باش يقرا المعروف ولا يقرا الفاتحه مع الرجال، يعني يقراو مع اهل العروس باش تولي العروسه ملك العريس، يعني نديرو عقد شرعي. هذه هما العادات تاعنا والتقاليد تاعنا عند الشاويه، ونروحو بالكورتاج بالبارود والبندير بعد ما وصل الكورتاج دار العروسه تاعنا الزينه حطينا لا طارت كيما راكم تشوفوا، حطينا حوايجنا وراح ندخلوا للدول. في منزل العروس كيما راكم تشوفوا الديكور اللي خيرته العروس تاعنا، يعني ما شاء الله زوين وشباب كيما راكم تشوفوا. خيرت هذا الديكور كيما تشوفوا، راني قلت لكم راح نصور لكم كلشي كلشي كلشي. وبلا ما ننسى واش درنا حاله لثما، شطحنا غنينا فرحنا رحبوا بينا. كيما تعرفوا حنا الشاويه كرماء واوفياء ونحبوا الضياف. هما حوايجنا اللي ديناهم لعرسنا، ديناها القطوة، ديناها لاطارت، القشقشة والكوسميتيك، كل واحد يدي يعني على حسب مقدورو. هذو هما عاداتنا وتقاليدنا اللي نديوهم لعرسنا، حوايج اللي نديوهم لعرسنا. راح نخليكم مع هذا الفرحة تاعنا ونشارككم معكم الفرحة هذه والأغنية تاع الشابة يمينة اللي دايرة حالة. عادات تقديم ولا الضيافه تاع العروس حتى اللي يقراو المعروف باش يحطوا لنا الزراوي، كل واحد كيفاه يدير، كاين اللي يحط ثمثم وكاين اللي يخلي حتى يقرا المعروف ولا يتقرا الفاتحه ويمدوا لهم كما يقولوا يقبلوا على كل الشروط باش يحطوا لنا الزراوي. كما راكم تشوفوا هذا هو الزراوي، وحطوا لنا القهوه معهم. كاين انواع تاع حلويات ما شاء الله، كاين البنيوين، كاين الزراوي، كاين الرفيس، كاين البقلاوة، كاين المخبز، كاين كيما راكم تشوفوا المقروض، يعني السيد ولا زعيم الطاولة، طاولة الأعراس الجزائرية مع قهوة ولا تاي كيما يعني كل واحد كيفاه يشرب وكل واحد كيفاه يحب يشرب، كاين اللي يحب يشرب قهوة وكاين يحب يشرب لا تاي. هذو هم ألف مبروك للعريسين والعروس والعريس، العقوبة إن شاء الله للذرية والعقوبة إن شاء الله لكامل الشبيبة والشابات إن شاء الله يا ربي، والعقوبة لكل ولية وكل متتبعات تاعي يا ربي، وإن شاء الله ربي يهنيهم ويجعلها صالحة يا ربي ويجعلهم صالحي. هنايا كيما راكم تشوفوا هنايا بعد ما دخل العريس تاعنا راح يلبس الخاتم. هنايا كاين الناس يحنيو وكاين اللي ما يحنيوش كيما راكم تشوفوا. هذا هما العرسان تاعنا، ربي يهنيهم ان شاء الله بالسعد والصلاح ان شاء الله يا ربي، ربي يهنيهم ويرزقكم الذريه الصالحه ان شاء الله. الف مبروك الف مبروك، العقوبه للشبيبه كامل، العقوبه الولاد خالي كامل اللي ما تزوجوش، ونزيدو نحضروا افراح اخرى كيما راكم تشوفوا. كيما قلت لكم العاده التقليديه
الخليط تاعنا انه العروسه كاينه اللي تحني وكاينه اللي ما تحنيش، يعني كل واحد هنايا راح يقطعوا لاطارت كما تشوفوا، يعني اجواء رائعه. تمنيت انكم تحضروا معايا، ان شاء الله العقوبه لكم يا حبيباتي، العقوبه لكم والعقوبه ليا ولكل وليا ان شاء الله يا ربي، والعقوبه ان شاء الله للشبيبه ان شاء الله ربي يرزقهم، اللي يحوس على خدمه ان شاء الله ربي يرزقه بخدمه، ويحوس على بنت صالحه وبنت حلال ان شاء الله ربي يرزقه. كما راكم تشوفوا هنايا بعد ما قطعوا لاطارت كما تعرفوا هذا كل واحد يعني العريس يوكل العروس والعروس توكلوا، ونزيد ثاني معاهم يعني الشبيبه اللي كاينين حداهم. انا ما صبرتش خليتهم حتى يكلاو وكليت حتى انا، يعني نقول لهم انايا ما ناكلش، لازم ناكل حتى انا. هي الفاتحه تاعنا، روحنا فرحانين زاهيين مبسوطين صوني ونزغرتو والبارود، نروحو نديرو الزيراوي الفال تاع الفرح تاعنا. ربي يدوم فرحنا ان شاء الله يا البنات. عليه الصلاة والسلام، هذو هما تقاليدنا حبيبات. ما روحنا نوجدوا زيراوي تاعنا كما تعرفوا، الوصفة راهي في قناتي. هذا زيراوي تاع العرس، هذا زيراوي تاع الفرح. ان شاء الله ربي يدوم افراحنا وربي يسعدنا ان شاء الله ويسعد العرسان تاعنا ان شاء الله يا ربي، ويهنيهم ويهني جميع المؤمنين يا ربي، ويرزق كل الشبيبة يا ربي ان شاء الله وكل الولية ان شاء الله يا ربي. هكا نقدموا الزيراوي تاعنا، نقدموه مع البن كما معتمدين، كليناها عند العروسة بصح هذا تاع العرس الفرحة تاع العريس بعد ما عطاولنا بنتهم وعروستهم. ان شاء الله يخلي يعطيها لنا ان شاء الله ربي بزيان السعد والصحه والهنا، ويرزقهم ربي الذريه الصالحه. اكيد عرسنا مازال ما كملش، لازم نغني ونفرحوا بعروستنا بعد ما مدوها لنا. نخليكم مع هذا الاغاني الجميله بالبندير مع خواتي. سعينا وسعينا المال جبناها وجينا بحياة الرجال على هذه الأنغام الجميلة والرائعة اللي زهيونا في الأعراس تاعنا الشاوية. نروح نشوفوا الشخشوخة وقت العشاء كما راكم تشوفوا، متعودين حنا الشاوية وقت يعني بعد ما نروحوا كما تعرفوا نديروا زيراوي باللبن ومن بعد قهوة، ومن بعد يجي وقت العشاء ديما نديروا شخشوخة. غين الناينه شخشوخ ثنا توجا دي تسمانت من قبل، يعني ثلاثه موسم قبل، وتنسم مليح، واني قلت ويزا قال الخالات يجمل، وتنسم وتنوجد وتنج اسن الفرحنا اسما نقرا نقرا معروفنا والنوشه معروفنا وغنوشنا هيوثنا هسليثنا، ونسم هشخشوخ وسنيق المرق مشاه تقالم لا صوص، وتنزين سقيت الحمص سقيت انت من العلي قيت ني نو غازيد مشاه تقالم كي خصني ديك قديت تا ديك قديت، ولا نيا نوزيك غرسن الذبيح اي وقرايو معروف كل ويش تمشاك تيك. هادو هما عاداتنا وتقاليدنا. راح نخليكم مع هاد الانغام ان شاء الله يكون نال اعجابكم هذا الفيديو، وربي يدوم افرحنا ان شاء الله والعقوبة لكل كل كل الشبيبه ان شاء الله والشابات ان شاء الله، ربي يهنيهم ان شاء الله والعروس والعريس العقوبة ان شاء الله للذرية الصالحة، وربي يهنيكم ان شاء الله.